عديت اليوم فيلو سابا تعدى به بري ريفيزيون ولا سابا ريفزنا شويه دروس كانوا صعب شويه ما سابا الباك بلون ما يجي على عام كامل باش نحضروا بها الباك الكبير انا ما جا عام كامل جاي كنا على ترازيم تريمستر ما يعاونناش برشا خاطر بري ريفيزيون باش نتغسروا بالباك بلون بعد نرجعوا نتغسروا بالعام كامل نعاودوه اليوم نبدا نحضروا من قبل معناها على عام كامل الشهر اللي فات البكالوريا التجريبيه دي تخلينا نخوضوا يعني تجربه مسبقه للبكالوريا الرئيسيه تخلينا نحضر روحنا نفسانيا ونعرفوا روحنا شنو قادمين في البكالوريا الرئيسيه ونصح التلامذة كل يعني في البريود هذه يحاولوا يعني يكونوا كونسنتري اكثر والله صافا تعدى به الحمد لله صافا جاتنا الدوله والاخلاق والسعاد باهي على الاخر فرصه باش واحد يفيق على روحه باش يشوف شنو ناقص وشنو زايد معناها يفهم بها روحه او كفرصه باش ينجم يزيد يراجع روحه اكثر للباك برانسيبال ان شاء الله والله تعدى تك تك واحد ما فيقش به في رمشه تعدى كل شيء وبيه فما حاجات باهين سوفوني مش يقعدوا لك باهين فما حاجات خايبين وهذيك هي ان شاء الله لاباس وربي ينجحنا الكل في توقعات وجاي خدمت كيما نعرف منهجيتي سافا معلوماتي نلقاهم حاضرين سمح سافا برشا 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 خوف اما بعد كي شفت الدفوار صحيح خفت اما بعد سافا تعدي سافا هو باك بلون اسمه معناها اكسبيريونس قبل باك برانسيبال دونك باس باش تمشي سافا وباك برانسيبال زاد باش تمشي سافا ان شاء الله الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس الحياة FM